عليكم ورحمة الله، كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم محسن مقداد. مقطع اليوم عن غير العادة، ما نزلنا لا حاويات ولا مطار، نزلنا بوشنكي. انتهى الجيم بنهاية مأساوية. تابعوا، إذا عجبك المقطع حط لايك، اكتب لنا رأيك بالتعليق، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وترككم مع المقطع. مشاهدة ممتعة. واحد بس واحد بل اثنين وين زتتنا؟ وين نزلوا؟ وط نزلوا عندي والله. انت ليش تلغي عن العشيرة؟ العالم توها نزلت يا اخي. انا بنزلت قبل العالم كله والله. كفو، لاحقني بالبكوس هذا. مش عارف اذا لقيت سلاح راح لك. لابس مثل لبسك فكرت انت. كفو، صرف كله من قدامي. هذا رقم مش اسمه. انا دمجت طلقتين بالشودة. وين دمجت طلقتين على فكرة؟ بال وين صوت حدا؟ ليش هم بلاقوا اخس شو قاعد برجع؟ في واحد بعد هون عندك؟ اي شوف جنبي. اي اي واحد بركنوب. ترتيم هذول انا طلعت ثلاث منهم محسن. اي واحد تمام. اي بعد بدور اسلاح برجل. بس تعال قتل لون يا شكرا على اللوت صديقي. شو نظبط باشنكي يعني؟ بفهم الحكي. اذا ضايقك هنفط الوسط. اقعد اقعد. كفو. ايش توم سمارة يقول لي رازهك افو شنكي يا اخي. تعال بول سكول. تعرف انت بس تعال بول سكول. في حدا؟ في رصاد قريب. كويس بتكون؟ انه انا عتلت روز بس سجل طلق مني من جهة سكول. وات اختفى برا 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 ما يفهمش. فوت بسكول ضربته. الحيط. وين هم؟ فنش كل اللي هون. تعالوا تعالوا عندي. وين هذول عم يضربوكم؟ في حدا هون؟ في حدا. خالصين. كفو. هلب لا حدا يلحقوا يا شباب. ظل واحد فوق على السطح. ظل واحد بس. فنش هذا بس. ظل واحد عندكم. كفو. في اصحابه هناك. كفو. بالبنايات كان. وقف.
عاد راضي يقوس يا الله. وين وقفه؟ مش كان السيارة خضراء؟ ايوه متجوز، نقول له احنا جينا ولا بيخاف يفل؟ لا لا يروح يفل. باكو وات كان نوك رفيقه كأنه هون. بعد بعد في حدا دوني ظليتني راش سرقتولي الكل. استمر حرامي استمر وكسرت بلا حرامي. تمارا سحلية سحلية يلعن شرفه. وين؟ فوق فوق بالبرج بالبرج. اي برج؟ شيني 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 دمي بنقص بسرعة فطلنا وقت كثير. خلي فتش السمارة معلش السمارة في دلل واقف. اذا ما عم تمزت لي وين السحلية؟ ولك عند البرج اللي قدامنا البرج الخشب واقف هو واقف جد؟ اه فلت احيا نعم شرف يا زلمة كثير تزور الرفح تعرف في ناس. يلا بين 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 بالبيوت على البيوت طوالي بس. قدامي 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 ايه لا 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 العمى العمى كنابر لا يفنش لا يف اتراك وين بفنش تعال برج ثاني نوك وينهم ضربكم اللي عندي ضرب اخو الشريفة يطلعك بيسارك يسار البيت ابرج بقبالك دقه ولا مش راضي يقوص ولا يفتح سكوب ولا يسوي شيء. والله ما بالنسبة للجديد راح يكون من أحلى ألعاب الكمبيوتر فار كراي 5 بدقتها الواقعية وعالمها المفتوح. أتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك واكتبوا رأيكم تعليق واشتركوا بالقناة.